تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ما حدث بالامس من جماهير النادي الاهلي ومحمود علاء كان مسار حديث السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونيه بشكل يعني شامل وكامل. مفيش برنامج الا لما اتكلم على الهتافات اللي حصلت من جماهير النادي الاهلي لمحمود علاء، اللي كانت كلها حب وكانت كلها محبة. محمود علاء أهلاوي، محمود علاء ابننا، محمود علاء حبيبنا، بنحبك يا حودة. بعد ضياع ضربة الجزاء اللي كان محمود علاء تصدى ليها و أو عفوا شاطها وتصدى ليها الشناوي، فجماهير نادي الأهلي بعد ضياع ضربة الجزاء قالت بنحبك يا حودة، بنحبك يا حودة. ولكن آخر المباراة جماهير النادي الأهلي قالت حودة أهلاوي، حودة أهلاوي، او ان كنت ناوي ان كنت غاوي محمود علاء اهلاوي. فاللاعب راح جايب ايده وراح حاططها على الحذاء او شاور على الحذاء او اشار للحذاء في اشاره منه لجماهير نادي الاهلي اللي بتقول له انت اهلاوي او انها بتحبه او بتعبر له عن حبها او محبتها. ولكن هو قرر ان هو يقتدي بالكابتن بتاعه في نادي الزمالك شيكابالا ويشاور نفس الاشاره اللي عملها شيكابالا لجماهير النادي الاهلي. وعلى الرغم كده النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما غلطتش فيه حتى بعد الاشاره للحذاء بتاعه. ولكن ابراهيم فايق توسل لجماهير النادي الاهلي انها ترحم محمود علاء من التحفيل، وكمان هاني حتحوت، وبالمناسبه الاثنين زملكاويه. هاني حتحوت وجه رساله لمحمود علاء قال له معلش ما تزعلش، حقك علينا، انت المفروض كنت عملت كذا، المفروض ما عملتش كذا، بس قال ان هو حصل كذا بدون ما يقول ان اللاعب عيب يحصل منه كده. يعني هو شاف الاشاره بتاعت او الهجوم او هو بيعتبره هجوم، ان جماهير النادي الاهلي تشجعه ده هجوم، ولكن ما اتكلمش على اشاره الحذاء المفروض يقول له عيب، ما يصحش، ما ينفعش تعمل كده، برضو دي جماهير الى اخره. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم فاج وهو بيتوسل لجماهير النادي الاهلي انها ترحم محمود علاء من التحفيل، وكمان هاني حتحوت والحاجات اللي عرضها والأحداث اللي اتعرضت في هذا الأمر بخصوص محمود علاء والإشارة وهتاف جماهير النادي الأهلي لمحمود علاء بعد ضربة الجزاء، وكمان آخر المباراة بعد انتهاء المباراة فوز النادي الأهلي بنتيجة 3-0 على الاتحاد السكندري. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف إبراهيم فايق وهاني حتحوت قالوا إيه ومحمود علاء قال إيه وتعليقنا إحنا على محمود علاء إيه آخر الفيديو. بس ما تنساش يا أخويا حبيبي الأهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. أول مرة تشوفني أول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان ما يفوتكش أي فيديو بينزل على قناة التقنيات الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف إبراهيم فايق وهاني حتحوت قالوا إيه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. طيب قبل ما أخش تفاصيل يعني بلا اي مقدمات اللي بيحصل مع محمود علاء كتير يا جماعه، كتير والله، كتير كتير. الحاله اللي موجوده على السوشيال ميديا دي كتير، وانا بكلم هنا الناس، بخاطب مش عارف اقولها ازاي والله، بس هي ما تجيش غير كده يا جماعه، يعني شويه رحمه، بس شويه رحمه عشان الكوره ما فيهاش كل ده، الكوره ما فيهاش كل ده. يعني اللي انا بشوفه ده اتجاه، ده لعيب هيبطل، هيبطلوا الكوره، هيبطل الكوره، هيبطل الكوره، هيخش في ازمات كتيره نفسيه. فليه طيب؟ ليه هيحصل ده؟ وبعد ما يحصل ده هنرجع تاني نقول طب يا جماعه يعني نخلي ما نرضاش وها ونعمل مناشدات ويبقى اللعيب حالته نفسيه مدمره وها؟ يعني المثال ده مش عايزين نروح له، يعني الفكره دي مش عايزين نروح لها. خلاص محمود علاء في وقت من الاوقات كان لاعبا في الزمالك، واي حاجه تحصل يعني ما عنديش مشكله انه حتى كمان التحفيل، حتى بستخدم التعبير اللي الناس بتستخدمه، حتى كمان التحفيل له حدود، بس 3 سنين من كتير يا جماعه، كتير يعني احسبوها باي حسبه كده، حد يفكر كده ان حد مستلم حد لمده 3 سنين يا اخي في شغلك، يا اخي حد مستلمك 3 سنين، اي حاجه انت بتعملها هتسيب الشغل، هتخش في ازمات نفسيه كتير. هتقول لي اصل عمل للعيب بتاع طنطا كده وسخر من اللعيب بتاع طنطا، انا مش بقول لك انه عامل حاجه لطيفه، دي مش حاجه كويسه، وما بحبش كده عموما في كره القدم، بس انا واننا بنتكلم عن حركه واحده اثارت انت استياءك مثلا مره مثلا، فانت شايف ان لما حد يقول لك يا جماعه ما تعملوش كده انه لا ما انت ما عجبك. طيب يا سيدي
خلينا نروح لسكة تانية. ما ينفعش نكون احنا ناس رحماء بالناس؟ سهلة يا جماعة، الكورة فيها شوية حاجات برضو زي ما فيها ضحك وهزار وتريقة لحد حتة معينة، بس بعد كده هتقلب والقلب مش هتبقى مش هت... اظن مش هتبسطك لما تكون انت في يوم من الايام شايل فرقبتك ذنب واحد بطل كورة او حصل له اي دروب نفسي كبير جدا جدا، او ازمة صحية كبيرة جدا جدا، او اي حاجة. وانا هنا بتكلم بشكل خاص، وخدها بشكل عام، انت مش هتتبسط على فكرة، ما هيقتص منك يعني بشكل او باخر، على حد ما انت مشاركت، على حد ما هيتم الاقتصاص منك. فليه احنا رايحين في السكة دي؟ تعالوا خلاص الموضوع خلص يا جماعة، يعني فهم، حفلنا ولعبنا اللعبة ودمها خفيف وخلصت، واللي عجبه عجبه واللي زعل زعل واللي ضايق ضايق، بس كده طولنا بصراحة. يعني انا بكلم الناس اللي عندها قلوب وعندها عقول وفاهمه انا بتكلم في ايه تحديدا، او عارفه انا عايز اروح لايه تحديدا، من غير ما اقول لا اسماء ولا اشارات ولا احداث ولا اي حاجه، اكيد انتوا فاهمين. اللقطة البارزة في المباراة دي هي رغبة محمود علاء في ان هو اللي يصوت ضربة الجزاء. كلنا عارفين الخلفية في القصة، مباراة القرن ما بين الاهلي والزمالك، التشتيتة بتاعت محمود علاء، هدف محمد مجدي قفشة، انتقادات واسعة بعد كده من جمهور الزمالك لمحمود علاء، وانتقادات وسخرية من جمهور الاهلي تجاه مدافع الزمالك السابق، ادت الى قرار من اللاعب بعد خلافات مع جمهور الزمالك وصلت الى حد المشاكل والاحتداد انه ينتقل للاتحاد السكندري على سبيل الاعارة. النهاردة جوه ارض الملعب وقبل المباراة وخلالها وبين الشوطين، جمهور الاهلي هتف لمحمود علاء قائلا: انا ناوي انا ناوي محمود علاء اهلاوي، في مواصلة محاولة اخراج اللاعب من تركيزه. تعالوا نشوف اللقطة دي، لانه هو اللي صمم بعدها ان يلعب ضربة الجزاء، هو متخصص في ضربات الجزاء، فقال انه يستعيد الثقة بهدف في مرمى الاهلي فضاعت ضربة الجزاء او تصدى ليها محمد الشناوي. فبين الشوطين كان خارج محمود علاء، فمن جديد هتف له الاهلي او جمهور الاهلي بنفس الهتاف، فاللاعب تصرف بهذا التصرف. حقيقة يا موقف صعب بالنسبة لمحمود علاء، موقف صعب جدا. اللاعب كان بالنسبة له لقطة زي دي ممكن تعيد لي ثقة او نسبة كبيرة من ثقة كانت مفقودة فيه، وانا احيي رغبة محمود علاء في انه يتصدى لضربة الجزاء بنفسه. فقدانها ممكن يبقى صعب عليك لاعب، لكن في النهاية انا بحييك يا محمود انك حاولت، وانك عايز ترجع، وانك بتستنى فرصة ترجع بيها نفسك لأجواء المنافسة العالية، وإنك ترد على أي مشجع ممكن يكون سبب في أسباب تقليل الثقة في النفس. فلقطة كورة ضاعت، كمل كمل ولا يهمك، أنا بحييك فعلا إنك خدت قرار وموقف زي ده. من جديد إلى كولر، وكانت تصريحاته بعد المباراة كالتالي: بخصوص توسل إبراهيم فايق لجماهير النادي الأهلي، يا كابتن ابراهيم او يا استاذ ابراهيم، هل جماهير النادي الاهلي غلطت فيه؟ هي التحفيل عباره عن ايه؟ ان انا بتريق، هل ان هم اتريقوا على محمود علاء؟ هل محمود علاء اشتكى من التريقه بتاعه النادي الاهلي او التحفيل بتاع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي قال له بنحبك يا حوده، يعني جماهير بتشجع لاعب في ايا كان بقى، بيلعب في الاسكندريه، الاتحاد السكندري، بيلعب في المقصه، بيلعب في اي حته، جماهير النادي الاهلي بتعبر عن مشاعرها وحبها للاعب. دي رقم واحد. رقم اتنين، الهتاف اخر المباراه: ان كنت ناوي ان كنت غاوي محمود علاء اهلاوي، وروح مشاور على الحذاء. المفروض بدل يا كابتن ابراهيم
ما بتترد جماهير نادي الاهلي انها ما تحفلش ولا 3 سنين بتحفل على لاعب، وكمان هاني حتحوت ما يعلقش على اشاره اللاعب على الحذاء، فده اسقاط او سقطه منكم امام الشاشه. المفروض انت توجه اللاعب. تخيل لو لاعب من النادي الاهلي وعمل الحركه دي لاي جمهور في مصر ايا كان مسماه، هل كان هيترحم من الاعلام؟ لكن لو اي حاجه ضد النادي الاهلي، لا. انت هات العيب على جمهور النادي الاهلي اللي بالمناسبه ما غلطش ولا قال حاجه. الراجل بيقول له بنحبك يا حوده، وانا سمعت لكم الهتاف، وسمعت لكم الهتاف بتاع ان كنت غاوي محمود علاء اهلاوي، ومحدش شك يعني حضراتكم سمعتوا اي شتيمه او اي صفاره في الفيديو؟ لا مفيش. يروح اللاعب مشاور على الحذاء. بس انا عايز اقول للحوده، صدقني يا حوده احنا مش زعلانين منك، رصيدك عندنا يسمح لك ان احنا نسامحك في حاجه زي كده، ان احنا هنعديها لك يا حوده من غير ما هنتكلم معاك، ولكن المفروض يا حوده ناس بتشجعك وبتحبك ما تعملش معاها كده. تعمل كده مع مين؟ مع ناس بتشتمك، مع ناس بتقل ادبها عليك، مع ناس بتقلل منك، لكن لا، دي ناس بتشجعك وتقول لك بنحبك. تخيل لما واحد، طب اقول لكم على حاجه، فاكرين في ماتش السوبر، لا مش السوبر، كاس مصر اللي فاز فيه نادي الزمالك بنتيجه 2-0، لاعبي عفوا جماهير نادي الزمالك كانت بتشجع الشناوي، كانت قصدها تعمل نفس اللي نادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بيعملوا مع محمود علاء او غيره، لكن الراجل عمل لهم كده حياه، حتى لو هو حاسس ان هم بيسخروا منه، ولكن حياه عادي. خليك انت اكبر من الجماهير. الجماهير فيها ثقافات مختلفه، فيها اعمار مختلفه، فيها يعني تعليم مختلف، يعني تعليم حضرتك غير تعليمي، غير تعليم الاستاذ، غير تعليم الست هانم، كلنا مختلفين. حتى درجات الثقافه، انت ممكن تلاقي واحد على اعلى درجات التعليم وتلاقيه في الثقافه زيرو، ملوش علاقه. التعليم شيء والثقافه شيء اخر. ازاي تبقى مثقف في كل شيء كرويا وفي المعلومات العامه وفي الامور الاخرى، لكن انت ما ينفعش ان انت تتحكم في جماهير، انما تتحكم في شخص، تتحكم في يعني حاكم نفسه خير من حاكم مدينه. فمحمود علاء ما ينفعش ان هو يعمل يشاور على الحذاء لجماهير النادي الاهلي اللي بتشجعه، والاعلام يغض البصر على هذا الفعل، ما يتكلمش على هذا الفعل، ما يجيبش سيره هذا الفعل. اذا كانت جماهير النادي الاهلي اصلا ما غلطتش فيه ولا تطاولت عليك ولا شتمتك ولا قالت ادبك، قالت بنحبك يا حوده وحوده اهلاوي، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما اقول حوده اهلاوي او بنحبك يا حوده؟ هل دي فيها حاجه؟ بغض النظر بقى ان ده تحفيل او اسقاط الى اخره، لكن المفروض لاعب جماهير بتشجعه او بتقول له اي حاجه ما تشاورش على الحذاء، حتى لو شتمته ما تشاورش على الحذاء. يعني هل هذا الامر يمر مرور الكرام على اتحاد الكوره؟ هل هيعدي؟ احنا مسامحين حوده، احنا يا حوده مسامحينك كجماهير، وليك في قلوبنا رصيد يعني يخلينا نتغاضى عن هذا الفعل او هذا الامر. لكن لو كل لاعب مش عاجبه جمهور يعمل لهم كده ويشاور لهم على الحذاء، عيب. لا تقتضي بالسفهاء يا حوده، يعني لا تقتضي بناس عملت الفعل ده وكانت محروقه، على الرغم ان الجماهير وقتها كانت بترد له الشتيمه، لكن انت ما حدش شتمك يا حوده حبيبي، ما حدش قل ادبه عليك ولا قال لك انت فيك ولا فيك ولا ده، بالعكس بنقول لك بنحبك. يعني انا واحد يجي يقول لي بحبك اروح مشاور له على الحذاء؟ واحد يقول لي ان انت اهلاوي وهو بيلعب في فريق تاني يبقى انا كده؟ لا لا يا حوده، ده انت ليك الشرف يا حوده ان انت تبقى اهلاوي، ده شعار الاهلي، ده شعار الاهلي ده تاج فوق رؤوسنا يا حوده. يعني اي حد يتمنى ان هو يبقى اهلاوي، يعني شرف ليا ان انا ابقى اهلاوي، شرف ليا ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. انت الطول تبقى اهلاوي يا راجل، عيب. بس برضه رصيدك في قلوبنا يا حوده كبير، يسمح لك ان احنا نسامحك على هذه الخطيه المفروض او الغلطه المفروض يعني ما تعديش كده مرور الكرام. احنا بنقول لابراهيم فايق، يا ابراهيم بدل ما توجه كلامك لجمهور النادي الاهلي وجهه للاعب والاشاره اللي عملها زي ما حضراتكم شفتوه. وهاني حتحوت بدل ما توجه كلامك وتعمل نفسك عبيط وتمسك عصايه من النص، لا، المفروض توجه كلامك للاعب انه ما يصحش ان انت تشاور على الحذاء لجماهير النادي الاهلي اللي ما غلطتش فيك ولا قالت لك اي حاجه تسيء اليك. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.